الاطلاع والمعرفة غريزة بشرية. الإبحار في العالم اللي نعيش فيه واستكشافه يخلينا نشوف أشياء جميلة تجعلنا نحب ونتعلق بعالمنا وموطننا الأصلي الأرض. وطبعا للأسف هنشوف أيضا جوانب سلبية. العالم اللي نعيش فيه هو أهم ما نملك وأجمل ما لدينا، ومهمتنا الحفاظ على هذه الأرض وهذا العالم الرائع بكل تفاصيله وثرواته اللي أغلاها وأهمها الإنسان. ميز الله موطني بأشياء كثير، وخير قاداتها وشعبها منتشر في جميع أرجاء المملكة. خير هذا البلد ما توقف داخلها، بل وصل لدول ومدن وقرى كثيرة خارج البلاد. ما كان بقالب واحد، بل قوالب متنوعة. ما قدمته المملكة من إنجازات خارج المملكة هو بحد ذاته إنجاز عظيم لا بد أن يسلط الضوء عليه. خلقنا الله وهبنا ميزة الإعمار في الأرض، ومنذ أن أسست المملكة انتشر صدى خيرها من خلال مشاريعها وإنجازاتها إلى كافة بقاع الأرض، ومن هنا بدأت الرحلة. التنوع سر من أسرار الكون. قد تختلف الأذواق وتشكل القناعات وتتعدد الخيارات، لكن مؤكد أن الكل سيتفق على رونق التنوع السياحي في بلد تاريخه مليء بالأحداث عبر الأزمنة، وجغرافيته متنوعة من الشمال إلى الجنوب ومن أقصى اليسار وصولا للميمنة. عن المملكة المغربية أتحدث. تعتبر المغرب واحدة من أكثر الدول الإفريقية استقبالا للسياح، حيث تنشط على أراضيها السياحة بكل أطيافها الثقافية، الدينية، التاريخية، الرياضية والترفيهية. تتواجد فيها الكثير من المطارات والسكك الحديدية لربط المدن ببعضها داخلياً ولتسهيل السفر والتنقل بين البلاد على الصعيد الدولي. تقع المغرب في شمال غرب قارة إفريقيا، سواحلها مطلة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ويفصل بينهما مضيق جبل طارق، كما تحدها من الجانب الشرقي دولة الجزائر، ومن الجانب الجنوبي الجمهورية الموريتانية. ومساحتها التقريبية حوالي 446,550 كيلومتر مربع. تحتل المغرب المرتبة 40 عالمياً من حيث عدد السكان. وبحسب إحصائية للأمم المتحدة أجريت بعام 2021 أن عدد السكان حوالي 37 مليون نسمة. يتألف الشعب المغربي من عدة فئات عرقية مختلفة، ومنها العرب والأمازيغ وأقليات من الأوروبيين، مما منح البلاد سمة التنوع على كل الأصعدة. ووجهتنا المغربية اليوم تحديداً نحو مدينة فاس. بنيت مدينة فاس في القرن الثامن الميلادي، ونظراً لأهميتها التاريخية بسبب ما تحتويه من معالم أثرية تدل على حضاراتها عبر العصور الإسلامية، تم ضمها لقائمة التراث العالمي، وهي تعتبر ثاني أكبر مدن المغرب من حيث عدد السكان، كما تعرف بكونها أكبر مناطق العالم الخالية من المركبات والسيارات في العالم، حيث لا زالت شوارعها المتعرجة تحافظ على طبيعتها الأولى وملامحها الأساسية التي كانت عليها منذ بنائها. زائر هذه المدينة حتماً سيستمتع بالتجول في أزقتها القديمة التي تختزل تاريخاً ثرياً ومنوعاً، وحتماً سيسعد باكتشاف ما تحويه فاس من معالم فريدة مغربية الطابع.
حلقتنا اليوم تحت عنوان العطاء الإنساني، وهو عبر الصندوق السعودي للتنمية، وذلك من خلال إنشاء وتجهيز مستشفى جامعي. المستشفى الجامعي هو مستشفى مرتبط بكلية الطب والصيدلة، يعني مستشفى له علاقة متينة مع كلية الطب والصيدلة، بحيث أنه بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية ويسهر على تكوين الأطباء الاختصاصيين والأطباء العامين، وكذلك يعني قضاء فترات التدريب بالنسبة لكافة مهني الصحة، يعني هو مؤسسة تكوينية بامتياز. هذا هو البعد الجامعي في المركز. كذلك هو يقدم علاجات صحية معقدة، يعني المستوى الثالث من العلاجات التي تعجز عنها باقي المستشفيات التي لا تعد مستشفيات جامعية، مستشفيات جهوية أو إقليمية. هذا هو ما يميز هذا المركز عن باقي المؤسسات الاستشفائية والصحية يعني الوطنية. هو المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني شرع العمل فيه سنة 2009 ميلادية، وهذا المركز يتضمن على مجمل الاختصاصات التي نعرفها. هناك مستشفى الاختصاصات الذي يتضمن على اختصاصات جراحة، جراحة الدماغ، جراحة الأوردة، الجراحة العامة، كذلك أقسام طبية، أقسام كاختصاص الجهاز العصبي، اختصاص الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية. المستشفى من الناحية الاجتماعية هو يلعب دور جد مهم، لأن المستشفى يقدم علاجات صحية وطبية بالنسبة للمواطنين والمرضى، ولا يمكن للإنسان أن يقصد المستشفى إذا كان متعافيا. بطبيعة الحال هو يعني يبحث عن أسئلة لمرضه، يبحث عن تشخيص، يبحث عن علاج، ودور العاملين هو التواصل مع هذا الطلب المتزايد على المستشفى. ومنذ قديم الزمن والمستشفى يلعب هذا الدور الاجتماعي، خاصة من يعني من التسمية اللاتينية أوسبيتاليس، يعني فيه كرم في أوسبيتاليتي، هو يعني دور اجتماعي. ولكن الكثير من المواطنين لا يفهمون هذا الدور جيدا، أين يبدأ وأين ينتهي؟ هل فقط في العلاجات؟ هل يجب أن سنت العلاجات ليكون مقام المرضى هو مقام طيب؟ مثلا وضع هناك بهذا المستشفى لنا دار الطفل بالنسبة للأطفال الذين يقضون فترة استشفائهم بالمستشفى، يحتاجون لأن يكونوا أطفال عاديين، يعني يلعبون في فترة علاجهم بالمستشفى. إذن هو يؤدي دور اجتماعي للتخفيف من معاناة هؤلاء المرضى، يعني هو مؤسسة تكوينية بامتياز. هذا هو البعد الجامعي في المركز. كذلك هو يقدم علاجات صحية معقدة، يعني المستوى الثالث من العلاجات التي تعجز عنها باقي المستشفيات التي لا تعد مستشفيات جامعية، مستشفيات جهوية أو إقليمية. هذا هو ما يميز هذا المركز عن باقي المؤسسات الاستشفائية والصحية يعني الوطنية. الجزء الخاص بعملكم في القرارات اللي يمكن تأخذها المستشفى، خاصة أنها كانت بقدرة استيعابية بمبنيين، الآن بخمس مباني، كيف ممكن يكون هذا؟ هو يعني القرارات الإدارية المتخذة يعني هي ليست ممركزة يعني بشكل كبير على مستوى مديرية المركز، بحيث أن كل مستشفى من هذه المستشفيات يتوفر على إدارة خاصة به، يعني هناك مدير لكل مستشفى من المستشفيات الخمسة، وهناك مصالح إدارية ومصالح استشفائية. يعني إدارة المركز هي تقتصر على القرارات الاستراتيجية، القرارات الكبرى التي تهم سير يعني عمل المركز، ولا تتدخل فيما يتعلق بالمسائل التقنية التي يرجع الاختصاص فيها بشكل أساسي لباقي المستشفيات. هذه العلاقة. يعني قيمة المساهمة كانت بما يعادل 140 مليون ريال، والهدف إنشاء وتجهيز مركز استشفائي جامعي بمدينة فاس بطاقة استيعابية تصل إلى خمس مباني، يضم معظم التخصصات الطبية والمرافق الأساسية لخدمة طبية متكاملة. هذا الدعم السعودي الثري تم استثماره لغرض تحسين نوعية وكمية الخدمات الطبية العامة والتخصصية، وذلك لسكان شرق المغرب.
ومن أوجه إيجابياته أيضاً أنه يوفر فرص تدريبية لطلبة كلية الطب التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، كما أن هذا المستشفى الجامعي سيضمن التحسين المستمر لكفاءة الأطباء، مما سيعزز من جاهزيتهم ومن تمكنهم أياً كان تخصصهم. وللحديث عن أهمية تمكين الأطباء ومنحهم فرصاً للتطور ومواكبة الحداثة على الصعيد الطبي، قسم الجلدية هو أحد الأمثلة النموذجية. المشروع ذا طابع اجتماعي، وكذلك دوره من الذي أحب أن أثير بعد نقطة مهمة، وهي المستشفى الجامعي عنده دور العلاج، هذا أكيد، وتطوير تقنيات في العلاج، يعني تقدم الطب في المغرب، وكذلك دوره الكبير في تكوين الأجيال الطبية وكذلك التمريضية. يعني هو في حد الوقت جامعة، يعني تعليم وصحة، وهذا نعتز به ونعتز بالشراكة السعودية المغربية في هذا الإطار. مصلحة الصيدلية المركزية هي للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، هي مصلحة جوهرية في أعمالها، في جميع الأعمال التي تقوم بصرفها للمرضى، مرضى الذين يقومون بزيارة المستشفى. مصلحة الصيدلية تقوم بإعداد الطلبيات، إصدار الصفقات العمومية، شراء الأدوية والمستلزمات الطبية أو الكواشف الطبية اللازمة، وكذلك تقوم بتحضير المستحضرات الكيميائية والبيولوجية لمرضى السرطان ومرضى الأمراض المزمنة. بالنسبة لقسم الأمراض الجلدية، هو قسم من الأقسام الطبية التي يضمها المستشفى الجامعي بفاس. هو قسم يضم يعني عدد من الأسرة وعدد من الغرف التي نقوم بها بالكشف عن المرضى الذين لهم أمراض جلدية. دونك هذا القسم يضم تقريبا 20 يعني سرير. المرضى هناك ايضا مرضى الذين نقوم بمراجعتهم بصفة منتظمة. نقل المشروع من الورق كخطة الى حيز التنفيذ كواقع بأسلوب احترافي، وكان الإشراف على التفعيل دقيقاً ومهنياً وضمن الجدول الزمني المنصوص عليه. وشمل المشروع تنفيذ الخطط المدنية وتحويلها لإنشاءات على شكل مباني جديدة بمساحة 63 ألف كيلو متر مربع، وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة للمستشفى لضمان خدمات طبية ذات جودة عالية. عندنا أزيد طاقم سريري، أزيد من 900 سرير، يعني هنا يمكن للمريض أن يقيم فيه طيلة مدة العلاج، علاج مرضي، عمليات جراحية كذلك، لا سيما أننا في منطقة، يعني جهة فاس مكناس هي من أكبر الجهات المتواجدة في على صعيد المملكة المغربية. كذلك عندنا كإحصاءات أكثر من 30 ألف مريض. عمل أكثر من رائع بدعم الصندوق السعودي للتنمية وبتنفيذ كوادر إدارية وطبية من المغرب الغالي. بقلوبهم السليمة وبسهاماتهم الداعمة يسعون لجعل حياة من يعانون أقل ألماً وأكثر عافية، وفي هذا خير نموذج عن توادد عابر للقارات وتراحم يتخطى المحيطات في مشاهد إنسانية تورث في القلوب المسرات.
المستشفى يلعب دورا مهما في تكوين الممرضين الإداريين التقنيين المهندسين، لأن بالمستشفى هناك كوادر من جميع التخصصات وليس فقط التخصصات الطبية، وفقط العمل الذي يرتكز على التعاون بين جميع هذه الفئات المهنية هو فقط لوحده يضمن جودة عالية من العلاجات بالنسبة للمرضى، لأن كل واحد يلعب دوره في هذا الإطار. وخاصية المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس هو أنه أول مستشفى عمومي بالمغرب يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تدبير المعلومة الطبية، يعني لدينا نظام معلوماتي طبي جد متطور منذ 2009، يعني بدأنا بتجهيزات حديثة، وما يناسبه يجب أن يكون نظام معلوماتي يساعد على اتخاذ القرار الطبي المناسب والقرار التدبيري. لأهل الطب الامتنان أتوجه، لأنهم دوماً هم خط الدفاع الأول في مهمات الطبابة والاستشفاء. مصلحة الصيدلية المركزية هي للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني هي مصلحة جوهرية في أعمالها، في جميع الأعمال التي تقوم بصرفها للمرضى، مرضى الذين يقومون بزيارة المستشفى. مصلحة الصيدلية تقوم بإعداد الطلبيات، إصدار الصفقات العمومية، شراء الأدوية والمستلزمات الطبية أو الكواشف الطبية اللازمة، وكذلك تقوم بتحضير المستحضرات الكيميائية والبيولوجية لمرضى السرطان ومرضى الأمراض المزمنة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في هذا الحديث النبوي الشريف إضاءة وهاجة على جمال الدعم والمؤازرة. هذا المشهد رأيته جليا وواضحا في مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي في فاس، ليكون عنوان للإنسانية والعطاء وتكاتف المجتمع. علاقتنا مع الطبيب هي علاقة فرح في وسط الألم، علاقة فرح، وكل ساعة كل يوم نستطيع أن نخفف عن مريض آلامه ومعاناته، ونستطيع أن نتغلب على المرض، يعني هي فرحة كثيرة. ونشارك المريض، وهذه هي العلاقة، هو أننا في البداية نشاركه آلامه ونأخذها بجدية ونأخذها يعني كعدو. المرض هو العدو اللدود الذي نحن كأطباء طبيب مع المريض في مواجهة هذا العدو، وكلما تغلبنا على هذا العدو إلا ونشاطر في الأخير فرحتنا وفرحة المريض هي فرحة واحدة. يقال أن كل شيء مع العافية طيب، كلام موزون لا يحتاج لإثبات، فالعافية تحيل ظروف العيش وإن كانت بسيطة لفخمة كما الأثرياء، والمرض يحول ظروف الحياة وإن كانت مترفة لعناء، وما الحال هنا إلا الصبر على الابتلاء.